سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية. موعدنا يتجدد دائما عبر الشرقية والشرقية نيوز لنأخذكم في جولة رياضية نتعرف فيها على آخر المتابعات والأحداث الرياضية. بإمكان جميع مشاهدينا متابعة هذه الحلقة على الهواء مباشرة عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بتلفزيون الشرقية. نبدأ جولة هذا اليوم من التعديلات الجديدة اللي أقرتها الهيئة التطبيعية الخاصة بالنظام الداخلي لاتحاد الكرة العراقي، إذ اقترحت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي عددا من النقاط الخاصة بتغيير النظام الداخلي لاتحاد الكرة. النقاط السبعة التي تم تغييرها ستعرض على الهيئة العامة وبالتالي يتم التصويت عليها. النقطة الأولى: لا يحق لأي شخص الترشح لمنصب الرئيس أو النائب إلا إذا كان من حملة الشهادة الجامعية حصرا والشهادة الإعدادية للأعضاء، ويستثنى من ذلك اللاعبين الدوليين للأعضاء فقط. اثنين: من أجل عدم ترسيخ الدكتاتورية تم تحديد مدة الدورتين فقط للرئيس والأعضاء أسوة بباقي دول العالم. ثلاثة: عدم السماح بازدواجية المناصب، ويشمل عدم السماح بعضوية هيئة إدارية لاتحاد مركزي أو فرعي أو نادي أو رابطة، وهذه أهم النقاط اللي أكد عليها وألزم بها الاتحاد الدولي اللي لا يسمح بتمثيل كيانين في وقت واحد تجنبا لتضارب المصالح حسب تعبير الفيفا. الأمر مشابه تماما بعدم السماح للاعب بتمثيل ناديين في وقت واحد. أربعة: توسعة الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم بحيث تشمل مدى واسع من الكيانات اللي تمارس كرة القدم على أن يصبح العدد ما بين 94 إلى 100 عضو. خامسا: تكون رئاسة وعضوية جميع اللجان الدائمة والمستقلة من أشخاص مستقلين من غير المكتب التنفيذي للاتحاد. ستة: إلزام الاتحاد بجعل جميع الحسابات والتعاملات المالية والمنح المستلمة عبر الحسابات المصرفية وليس نقدا ونشرها في الموقع الرسمي. سبعة: إلزام الاتحاد بنشر جميع الإفادات الرسمية عبر موقعه الرسمي. هذه أهم النقاط اللي قررت الهيئة التطبيعية إضافتها وتعديلها على النظام الداخلي لاتحاد الكرة العراقي، لأن الكل يعرف الهيئة التطبيعية شكلت بأمر من الفيفا بعد أن تم اختيارهم. الغرض منها من عملهم خلال هذه الفترة تمشية أمور اتحاد الكرة مؤقتاً، تعديل بعض بنود النظام الداخلي ومن ثم التصويت عليه من الهيئة العامة. ثلاثة: تحديد موعد نهائي لإجراء انتخابات اتحاد الكرة العراقي. طبعا كانت هناك ردة فعل ما بين معارض ما بين مؤيد من قبل أعضاء الهيئة العامة، وبالتالي اليوم راح نفتح الحوار في هذا الموضوع ونناقش أحد الشخصيات الرياضية ممثلا عن نادي الزوراء الرياضي، بالتأكيد هو أمين سر إدارة الزوراء السيد شاكر الجبوري المتواجد معنا من استوديوهاتنا في بغداد وعلى الهواء مباشرة. أستاذ شاكر، مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية. مرحبتين أخي العزيز أستاذ محمد، وتحياتي إليك الشفاء العاجل إن شاء الله، وتحياتي لكل إخواني خلف الكاميرات ولكل مشاهدي قناة الشرقية. الله يحفظك إن شاء الله. أستاذ شاكر، اليوم يسعدني أن أستمع إلى وجهة نظرك كونك أحد أعضاء الهيئة العامة ممثلا عن إدارة نادي الزوراء، هذا النادي الكبير. هذه التغييرات اللي طرأت على النظام الداخلي من قبل الهيئة التطبيعية، ما هو رأيكم وهل أنتم موافقون على هذه النقاط اللي تم استحداثها مؤخرا؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أعزي الوسط الرياضي ويعزي كل شعبنا وكل جماهيرنا بوفاة كل الرياضيين اللي توفوا، على رأسهم الكابتن أحمد راضي وعلي هادي وفالح عودة وكل اللي توفوا بهذه الجائحة اللعينة. أقول اللهم يترحمهم برحمته ويتغمدهم آمين برحمته، وإن شاء الله الغفران والجنة آمين بجاه يعني سيد الكائنات. وأقول الشفاء العاجل لكل إخواننا الكابتن بسام وأخونا وعزيزنا عامر زايد وأخونا وعزيزنا رئيس الاتحاد الفرعي في محافظة النجف، ولكل إخواني وأبناء شعبي. وأود أن يعني مباشرة ندخل في الحديث، أنه أنت تعرف جنابك كثيرا ما كانت الهيئة العامة تطالب بزيادة يعني الهيئة
العامة لممثلي الكرة اللي هو اتحاد كرة القدم، وهذا من ضمن المطالبات الأساسية توسعة الهيئة العامة. بالتالي التوسعة تأتي هي عبر عدة آليات، ومن هذه الآليات اللي وضعوها الإخوان. أنا أعتقد يعني كل ما طرحوه الإخوان من 7 نقاط اللي جنابك الكريم ذكرها، أعتقد إحنا يعني نتفق كثيرا معها، مع اختلافنا في 2 أو 3 في هذا الموضوع، واللي احنا ممكن ان بسياق الحديث ممكن ان نطرحه، ويمكن ان نوصل الى نتيجه جيده مع اخواننا في لجنه التطبيق. يا ريت اسمع. اساس عملهم هو اجى من اجل ان يوسعون الهيئه العامه. بالضبط. يعني انا اقول اليوم احنا جميل جدا انه انت من تقول انه نشر الافادات الرسميه على الموقع الرسمي، وجميل جدا انه الزام الاتحاد في ان يكون هذا الموقع الرسمي موقع معروف، وايضا كل ما ياتي من مال يكون ينشر عبر هذا الموقع الرسمي، وكل الافادات وكل الحالات اللي هاي طبعا هي شفافيه عاليه من العمل، وهذا طبعا احنا نرحب به ونشد على ايدهم به. وايضا القضايا الاخرى اللي هي الشهاده الدراسيه وما بعض الاستثناءات ل إخواننا الرياضيين اللي ممكن أن يكونوا أعضاء مع استثنائهم من رئاسة الاتحاد أو أمانة السر أو نائب الرئيس، طبعا هذا أيضا متفقين عليه، ما عندنا مشكلة به. بالعكس يعني أنا أشوفه تنظيم من العمل الواسع جدا. طيب. أنا أعتقد كل ما يكتبوه الإخوان بالهيئة التطبيعية أكيد هو المفروض يأتي متناغما مع إخوانهم من الهيئة العامة، لأن أعتقد هي أساس العمل وأساس الكتابة هي ما تكتب اللجنة وتطيل للهيئة التطبيعية، ومن ثم يصير نقاش. أنا أعتقد الانغلاق في هذا الموضوع على الهيئة العامة أنا أشر مؤشر مو صحيح تجاه أخواننا في اللجنة التطبيعية. أنا أقول هم كلش شفافين والله في هاي النقاط مالتهم، وكلش محترمين أنا أعتقد بكل ما كتبوه. واليوم إحنا نشوف عندنا أيضا وزير رياضي ووزير داعم لهذه العملية، وبالتالي الرجل دا يدعم بهاي الحالة أنه كل الأمور تكون بشفافية عالية. طيب. بهذه المواضيع نقطتين أساسية على رجلها، اللي هي أولا أقول ازدواجية المناصب، وأنا أعتقد ازدواجية المناصب الكل يعني ما يقبل بيها، بس بهاي الطريقة اللي كاتبين بيها هاي ما لها علاقة بالزواجية المناصب. ازدواجية المناصب بهاي النقطة اللي كاتبينها أنا أختلف بيهم، وممكن نروح بها نقاش وممكن نعدلها، هذا أولا. نعم. اثنين، المسألة الثانية اللي أيضا ذكروها اللي هي الاستقالة قبل 30 يوم من دخول الانتخابات، وأعتقد أيضا هذا فشي مو صحيح. يعني أنت اليوم تشتغل بنادي وتجي يعني تستقيل من عنده قبل 30 يوم حتى ترشح للانتخابات، أعتقد أيضا هذا الشيء مو صحيح. أيضا هاي نقطتين ممكن مهمة وأساسية ممكن أن نتعالج. أما مسألة تحديد الدورات والله أنا وياهم يعني تحديد الدورات الانتخابية. طيب. يعني لسنتين فأقل خلينا نعطي فرصة للآخرين، وأنا أعتقد هذا في الشيء صحيح. قلت لك. نعم. هي نقطتين لا تشكل عقبة كثيرة جدا في هذا الموضوع. أعتقد يعني النقاش وأيضا يعني المناقشة مع أخوانهم من الهيئة العامة. نعم. هذا في الشيء عظيم جدا. كل الإخوان اللي بالهيئة العامة، شوف هسه كل الهيئة العامة اللي موجودة دا تلاحظ أن تقول لك التوسع مال الهيئة العامة راح تأتي على حساب الدوري الممتاز. ليش؟ لأنه إحنا اليوم نشوف مثلا ممثلي نقول الفئة الثانية اللي هم الدرجة الأولى راح يكونون 40 واحد. أنت تعرف سواها مناطق 5 مناطق، وهاي المناطق متوزعة على فريقين، يعني 8 من كل محافظة يجينا 8، راح يكونوا 8 في 5 مناطق يكونون 40 واحد من ذولا. طيب. الإخوان الأعزاء اللي موجودين بالدوري الدرجة الأولى، وإذا كان عندنا درجة ثانية أيضا كان المفروض يدخلون. قصدي أني هاي كلها فشي مستقبلي خلينا نحكيها. جميل جميل. احنا ايضا على الاخوان في الموجودين في يعني الهيئات الإدارية أو ممثلي الدوري الممتاز أن لا يأخذون هذا الأمر بحساسية. أنا أشوف مسألة تنظيمية عالية جدا من التنظيم، بس أنا أقول إحنا أيضا كدوري كأندية نخبة المفروض نروح أيضا لتشكيل رابطة، وبالتالي ممكن أن نروح إلى دوري محترم ورابطة دوري المحترم. طيب. كما معمول به كل دول. طيب. العالم. سيد شاكر. ما راح يصير لنا ذاك التش أو النقاش اللي موجود مع الهيئة الإدارية للاتحاد. نعم. جميل جدا. حضرتك الآن تحدثت وبصراحة وقرأت ما بين استرسالك ماكو اعتراض إلا على نقطتين من المؤمل أن يتم تعديلها بالتشاور مع الجميع، لكن السؤال الآن اللي يطرح نفسه، البعض يقول
يعني العدد اللي راح نزيده الآن، لأنه الكل يعرف عدد أعضاء الهيئة العامة الآن بالاتحاد أعتقد 52 اسم، راح يزيد إلى 100 أو إلى 94. حضرتك الآن عللت أن هناك 40 اسم سيكون ممثلا عن المحافظات اللي خمس محافظات. زين، بقية الأسماء اللي راح يتم استحداثها تعرفتوا شنو الآلية؟ زين، موضوع تشكيل الروابط سيكون هناك ممثلا عن كل رابطة يكون عضو هيئة عامة وجمعية عمومية حتى يقدر ينتخب أم لا؟ هذه الأمور اللي أحب أتحدث عنها، رغم أنه حضرتك إلى الآن يعني تقريبا أحسك متضامن كإدارة نادي الزوراء مع هذه النقاط اللي عرضت، يا ريت أسمع رأيك. نعم، شوف أستاذ محمد، أنا خلي أكون صريح وياك، إحنا كل اللي موجودين بالهيئة العامة كنا يمكن نناقش بها 4 أو 5، خلينا نحكي بصراحة متناهية جدا. اليوم من صار النظام الأساسي وقلب السيد الوزير اللي هو الكابتن عدنان درجال إنه ما جرى باتحاد كرة القدم هو عبر النظام الأساسي، يعني إجاهم من النظام الأساسي، قرأ النظام الأساسي بشكل جيد وبالتالي راح للاتحاد ب يعني أخطاء للاتحاد السابق، وممكن أنه من خلال قراءة النظام الأساسي بشكل جيد جدا الاتحاد السابق ما له وجود هسه. أنا أقول إحنا كل ما كان يطرح من الاتحاد السابق لإخوانهم في يعني في الهيئة العامة ما كان يقرأ، خلينا نكون صريحين وواقعين. لا. اليوم من يعني أيضا فتحوا عقول الآخرين أو فتحوا بصرهم على شيء مهم جدا اللي هو النظام الأساسي يا أخواننا في الهيئة العامة، إنه هذا هو نظامكم الأساسي، عليكم أن تقروه بشكل جيد، عليكم تناقشوه بشكل جيد، لأنه هو أساس العمل هو النظام الأساسي أو أكيد. النظام الداخلي أكيد. إحنا نقول هذا التوسعة مالته أتت عبر عدة آليات اللي هو الاتحادات الفرعية 17 اتحاد، زائدا ممكن أن يكون الكرخ والرصافة هم اتحادين يصيرون 19، يكونون ممثلي الدوري الممتاز 20 إضافة إلى رابطة الدوري الممتاز اللي هو واحد يصيرون 21، وممكن يكونون أيضا من الإخوان الروابط الأخرى اللي رابطة الحكام، رابطة المدربين، رابطة. بس أنا أيضا أقول أنا لازال أعطيتهم صفة رابطة، أنا دا أعطيهم 3 أصوات، رابطة الحكام 3 أصوات، رابطة المدربين 3 أصوات، رابطة قصدي هاي الـ3 أصوات أنا اليوم التحاسبة كيان هو علي، أي رابطة الحكام أو المدربين أو الأكاديميين أو غيرهم أنت حاسبهم كيان علي، وأنت النادي أيضا مجموعة هو كيان، بالتالي أنا تعطيني صوت واحد والإخوان في الروابط الأخرى تعطيهم 3 أصوات. أعتقد أيضا هاي المسألة يجب أن تعالج ويجب أن تطرح وتصير قناعات عالية جدا عند الهيئة العامة. لين نشوف أخوي العزيز كل ما راح تكتب اللجنة تنطي للهيئة التطبيعية، طبعا هاي اللجنة بها قسم من موجودين عاملين في اللجنة التطبيعية والقسم الآخر من خارجها. زين. كل ما راح تكتبه راح تكتبه وتنطيه إلى اللجنة التطبيعية، اللجنة التطبيعية تكتبه وتعطيه للاتحاد الدولي، وبالتالي الاتحاد الدولي راح يقول نعم ممكن هذه النقاط تمشي أو لا، رجعوها للهيئة العامة حتى تصوت عليها. زين، من يصوت، الهيئة العامة القديمة أم الجديدة؟ هاي كلها تساؤلات المفروض بإخواننا أعضاء اللجنة التطبيعية يخلون تطمينات، لأن أنا أشوف أساس عملهم وأساس منظم جدا وعالي. زين. أنا أقول هاي شلون نقول الغبار اللي موجود شوية خلي يزول، ما بي أنا أشوف اليوم إحنا رايحين باتجاه أنه من العمل الشفاف عالي جدا مما عرضوه إخواننا وأعزائنا في اللجنة التطبيعية، وبالتالي هاي ممكن الأمور يعني ممكن أن تنحل إذا طرحتها بشكل عالي جدا على الهيئة العامة وناقشتهم بها. وأنا أعتقد كل الإخوان في الموجودين في الهيئة العامة هم رايدين التوسعة صراحة. طيب. بس التوسعة أن تكون بشكل لازم وفق معايير. نعم. بشكل لازم قانوني معايير. أخذ رأي الهيئة العامة القديمة وفق معايير محترمة وفق نعم. آليات موجودة. جميل. وكل إخوان العاملين في اللجنة التطبيعية والعاملين في الاتحادات في الأندية الرياضية هم يعرفون بدأوا، يعني أنا أقول الوعي اللي أيضا ولد السيد الوزير الكابتن عدنان درجال عند الإخوان في الهيئة العامة وعي، ممكن يقولوا لي أبي شكرا جزيلا على هذا الكلام أو هذا الوعي اللي سويته، لأنه قلت لك إحنا كنا 4 أو 5 نناقش، اليوم الكل يناقشون، وأنا أعتقد هو هذا اللي إحنا يمكن ربحنا به فد ربح عالي. أنا ما أقول إخواني في أعضاء الاتحاد السابقين هم كانوا عملهم كله سيء أبدا، عملوا أخطأوا
أصابوا. لذلك كل مرحلة احنا نخليها في مرحلتها. طيب. احنا عندنا مرحلة جديدة ممكن ان نؤسس الى تأسيس صحيح وتأسيس حقيقي ممكن ان يفيد الكرة العراقية. واعرج على مسألة أساسية، انا اقول ادعو اخواني في الدوري الممتاز ان يأسسون رابطة دوري المحترفين، بالتالي هاي الرابطة راح ممكن تاخذ على عاتقها إقامة الدوري. شوف اخواني، إقامة الدوري وريع المباراة، وممكن ان نجيب راعي رسمي، ممكن ان نبيع، وممكن هذا ايضا يدر ريع واسع باتجاه الأندية اللي هي اليوم هي أندية كبيرة بجماهيريتها بس فقيرة بمبالغها. اليوم أنا نادي الزوراء يوقع على كشوفات لاعبين هو ما بجيبه او ما بالميزانية مالته خاوية جدا لا تساوي. واليوم احنا الوضع الاقتصادي في البلد ايضا وضع مزري جدا، نتمنى انه الله سبحانه وتعالى طيب. يفرج عنا اثنين من الكورونا، وايضا الوضع الاقتصادي نتمنى ان يفرج على بلدنا. انا اقول هاي القضايا المفروض اللي ايضا المرحله الجايه ايضا ان نناقشها ويا اخواننا خصوصا المشاركين في الدوري الممتاز. طيب باختصار استاذ شاكر، يعني حتى الوقت يعني اقدر اوجه كم من الاسئله، وانا سعيد اليوم بهذا اللقاء واعرف حضرتك مشغول وكان الله في العون. نعم. لكن باختصار، تعتقد هذه التعديلات ظلمت بعض الاسماء الشابه من نجوم الكره اللي كان هدفهم الترشح نحو منصب الرئيس او النائب عندما فرض شرط الدراسه الجامعيه باختصار؟ لا أستاذ محمد، أنا أعتقد اللي يروح يصير رئيس اتحاد أو يصير وزير أو يصير رئيس نادي أعتقد لازم يمتلك أيضا من الشهادة الأكاديمية. نعم. وأنا أعتقدها مسألة طبيعية جدا، هذا ليس عيب أنا أقول في إخواني في يعني اللي ما حصلوا على الشهادة. أنا أشوف ناس أيضا ما عنده شهادة بس من الفكر والعبقرية وأيضا من الرؤية ممكن تعادل حامل شهادة دكتوراه. بس نعم. أنا أعتقد أيضا المفروض أيضا نعطي القيمة للشهادة الدراسيه، ننقل ابو الدكتوراه ابو الماجستير. والله انا موافق وايضا للاخرين ايضا انا اشوفها ما بها ظلم. انا موافقك والله، بس احنا نحكي يعني اكو ناس تحب. انا اليوم اتمنى حتى الاخوان يا استاذ محمد. نعم. استاذ محمد نعم، نجم ومحترم جدا. نعم. والله العظيم، بس انا اقول ايضا العمل عندما ياتي متسلسلا، اكفد مسلسل كويتي اذا شفته مره يقول له صعود السلم دريه صحيح. يعني درجه انا. نعم. اقول اليوم. نعم. انت من تعمل في عضو وبعدين تصير لا جميل فعلا التدرج جميل، امين سير وبعدين تشتغل. نعم. نائب وتشتغل. نعم. رئيس، اعتقد يعني طيب وانا اعتقد الشهاده هي مو عيب انه الواحد ما ياخذها ابدا، والله ما اصبحت عيب. نعم. اصبحت هي مكمل لحاله ممكن، بس انا ايش اقول؟ نعم. اقول يا ريت ايضا اللي يحمل اللي يروح يكون امين سر يكون عنده شهاده لغه انجليزيه، يكون اللي يصير ايضا رئيس عود يكون عنده شهاده ايضا مفروض او لغه في اللغه الانجليزيه. نعم. حتى يعرف العالم ايش دا يفكر وايش دا يحكي. استاذ شاكر، يعرف كل المؤتمرات اللي يقيمها الاتحاد الدولي كلها بالانجليزي الكلام. نعم. الان انتم باختصار. نعم. ارجو اختصار يعني ان ترد علي شويه لان عندي سؤال يعني بهالوقت المتبقي. هل هناك اجتماع سيكون عاجل من الهيئه العامه لغرض التصويت او مناقشه هذه التعديلات، ومتى سيكون؟ يعني انا حكيت مع بعض الاخوان، اعتقد حتى في مساله طرحنا للاجتماع القادم مع اخواننا بالهيئه العامه، اعتقد هي من اجل مناصره ومعاضده ما يكتبوا اخواننا في اللجنه التطبيعيه، وراح يكون قريب ان شاء الله. طيب ايضا يعني يسعدني ان اتوجه ببعض الاسئله، لانه السيد شاكر الجبوري اضافه الى وظيفته امين سر لاداره نادي الزوراء، هو انت الان مدير عام في وزاره الشباب للدائره الماليه والقانونيه، وبالتالي كم من الاسئله توصلني على الهواء، اولها من موظفي الاتحادات وموظفي جريده الملاعب. حاضر. زملائنا الاعزاء يوجهوا لك التحيه ويتساءلون متى سيستلمون رواتبهم، يعني هذا السؤال اللي أحب أوجهه لحضرتك أستاذ شاكر. الاتحادات أستاذ محمد ربطناها إحنا مع رواتبنا، يعني عندما ينطون الراتب إلى الوزارة أو إلى الموظف راح يستلم الاتحاد، يعني إحنا ربطناها ربط أساسي في هذه المسألة، إنه الموظف عندما يستلم راتب عضو الاتحاد أيضا ينزل راتبه في هاي أيضا في التمويل مالتنا. زين. وأيضا المسألة الثانية اللي إخواننا في جريدة الملاعب الرياضية إحنا كتبنا طبعا هاي نتيجة عمل، أنا أقول أخطاء في لجنة القرار ما أقول غير شيء، أقول إحنا ما نقول إحنا ما
من تحمل تبعات إخواننا في أيضا لجة القرار اللي أخطأوا وأصابوا، وممكن العمل كل شيء يصير به أستاذ محمد. نعم. بس أنا أقول أيضا كتبنا به لإخواننا في وزارة المالية ووعدونا أن يحلون هذه المشكلة إن شاء الله قريبا، وأنا أعتقد يعني كتبت بها أكثر من مرة في هذا الموضوع، وبإذن الله إن شاء الله راح يكون قريب جدا ما يجينا من إن شاء الله من تمويل راح ننشره مباشرة، وراح نكون كل الصريحين في هذا الموضوع. عندي دقيقتين وياك، وأتمنى أن تقتصر لي الإجابة بهالدقيقتين. موضوع الاستثمار في بعض الأندية والمنتديات صار عليه لغط كثير، ومنها موضوع نادي الكاظمية، منتدى الكاظمية راح إلى مستثمر بداعي أنه يطور المنشأ الرياضي وتحول من منتدى رياضي إلى فندق ومول. الآن أكو توجه بإيقاف الاستثمار في نادي الأعظمية بناء على قرار الوزير، وأكو توجه بإيقاف العمل في منتدى شباب الفاروق. يعني باختصار رد لي، ليش الآن الوزير الحالي دي يوقف هذا الاستثمار في الوقت اللي أنتم وافقتم على هذه الآلية في عهد عبطان وفي عهد أحمد رياض؟ باختصار أستاذ شاكر. جميل جدا، راح احكي عليهم واحده واحده. فيما يخص المنتدى الفاروق ومنتدى الاسكان، كانت في زمن سيد الوزير السابق عبد الحسين عبطان، ووقفناها نتيجه انه اكو رؤيه جديده للسيد الوزير. اعتقد ايضا احنا راح ندخل بمشاكل مع المستثمر هذا، لانه هو حاصل على جائزه استثمار، بس ايضا السيد الوزير الكابتن عدنان قال انه ما يكون مستحيل يكون بنسبه 60% تجاري و30% رياضي. احنا راح نسويها بالعكس، راح نسوي 65% رياضي و 25% إلى 30% هو يكون تجاري. هذا أولا فيما يخص الأسكان والفاروق. اثنين، مسألة الأعظمية. مسألة الأعظمية هو ليس إيقاف الاستثمار في كل المشروع، إنما كان هناك ملحق عقد في موضوع معين وتم إيقافه. وأيضا المستثمر أنا ما أقول مشكور، لأنه أنا أقول أيضا هو ابن هذا البلد، وعليه أيضا أن يباوع لإخوان الموجودين في يعني في الرياضيين اللي موجودين في مدينة الأعظمية، وأيضا وقفه وراح يعيده وترميمه بشكل وينطيه لإخوانه من الهيئة الإدارية. الكاظمية صار بيه، شوف على عندنا قرار 347 اللي هو قرار مجلس وزراء هذا. نعم. هذا انطى، شوف احنا الكلام في هذا الموضوع كلام حساس جدا. المشاريع في الدولة العراقية كلها توقفت بال 2014 نتيجة الضائقة المالية. نعم. هذا المشروع، شوف كل المشاريع اللي توقفت كان مصروف لها مبالغ، بالتالي انطوا ثلاث خيارات اللي قام بالمشروع، اما تجميده او سحبه او الشغله الاخرى اللي اهم هي استثماره، ويجب ان يكون استثماره من قبل الشركه القائمه. يعني من راح يطلع هذا الاستثمار ما راح يقيمون عليه قيمه ارض يا اخي العزيز. نعم. راح يقيمون عليه قيمه بناء. وهاي اللجنة اللي تطلع هي مو من وزارة الشباب والرياضة، راح تطلع لجنة من وزارة المالية، من وزارة العفو، وزارة مالية، من أيضا من دار من هيئة الاستثمار الوطنية. نعم. من كل الدوائر. نعم. المختصة في هذا الشأن. نعم. إضافة إلى أن يكون واحد من أعضائها ووزارة الشباب والرياضة. أنا أشكرك. بالتالي هذا الموضوع راح لقرار مجلس وزراء وايضا راح باتجاه الاستثمار. شكرا جزيلا. اشكرك استاذ شاكر لايضاحك بعض الامور المهمه، واشكر تواجدك رغم حضرتك مشغول بمشغوليات كثيره، لكن لبيت دعوه البرنامج، لانه فعلا نحتاج الى أن تكون هناك ردود من قبل الهيئة العامة، اللي أعتقد هي راح تكون صاحبة الكلمة الفصل في موضوع الموافقة والمصادقة على هذه النقاط. الحقيقة أنا أشوفها من وجهة نظري نقاط طبيعية وجاءت منسجمة مع العمل الإداري الجديد اللي إحنا نطمح له. أما بعض الأصوات المعارضة أكيد نحترم وجهات نظرها. مستمرين معاكم سادتي المشاهدين وبرنامج الشوط الثالث، ابقوا معي، فاصل وراجع لكم. أهلا بكم من جديد، وأيضا نجدد شكرنا وتقديرنا للأستاذ شاكر الجبوري مدير عام الدائرة القانونية والمالية في وزارة الشباب والرياضة، أمين سر إدارة نادي الزوراء على حضوره. سادتي الأحبة، نعود لتكملة مواد حلقة هذا اليوم ونبقى في أجواء الاستثمار. هذه المرة سنتحدث عن قرار السيد وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال بإيقاف
عملية الاستثمار في منتدى شباب الفاروق في منطقة حي الجامعة بقلب بغداد. اليوم السيد وزير الشباب خاطب قيادة عمليات بغداد وطلب منها تهيئة قوة عسكرية لغرض إيقاف العمل في هذا الموضوع، والكتاب نعرضه أمامكم: يرجى التفضل بالإعاز وتهيئة قوة عسكرية لغرض عدم السماح للشركة المنفذة لمشروع منتدى شباب ورياضة الفاروق في مدينة بغداد جانب الكرخ باستئناف العمل في المشروع على خلال عطلة عيد الفطر المبارك وأيام حضرة التجوال، لكون الموضوع مطروح أمام مجلس الوزراء فضلا عن وجود مشاكل بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع. طبعا قرار الوزير اليوم واضح، هذه عملية الحطام والركام اللي خلفته الآلية الاستثمار. منتدى الفاروق هو المتنفس الوحيد لشباب حي الجامعة ببغداد اللي يمارسون أنشطتهم المختلفة خلال العطل، إضافة إلى مزاولة الألعاب الرياضية لما يمتلكه من فرق رياضية متميزة. المنتدى اليوم أصاب الدمار والخراب نتيجة عملية الاستثمار الخاطئ اللي عملت بها الوزارة في عهدي عبطان وأحمد رياض. النشاطات أصبحت مقتضبة وفقيرة، وأجبرت الفرق الرياضية على حلها وأيضا تسريحها. وهذه اللقطات اللي شفتوها سادتي الأحبة هي لعملية إفراز واضح للخراب والدمار اللي خلفته عملية الاستثمار، اللي أرجع وأقول أنه إحنا دائما مو ضد الاستثمار إذا كان يهدف إلى تقويم وإعادة بناء البنى التحتية الرياضية. كنت وما زلت أتمنى أن يكون الاستثمارا داعما للمنشأ الرياضي، لكن للأسف الشديد نشوف إحنا نفلش أندية ونفلش منتديات ونخلي مولات وفنادق. والله البلد ما بحاجة إلى مولات، لأن صار عندنا تخمة بالمولات وتخمة بالفنادق. هسه هي الفنادق منو الجاينا إحنا؟ بس أريد أفتهم يا جماعة، والله مو ضد الاستثمار إذا كان تخطيطا صحيحا يهدف إلى رفع جمالية بغداد وتخطيط مناسب ومهدي، احنا وياكم. بس انا ليش افلش عندي؟ زين ما فكرتوا الشباب وين يروح؟ بعدين الناس الان منتدى شباب الفاروق اللي طلب ان يكون حاضر في برنامج الشوط الثالث ليتحدث عن المعاناة، انا افلش منتدى بجرة قلم على مدى حوله الى مول، وبالتالي اسرح رياضيين وشباب كلهم هم متنفسهم هو الرياضة. يعني أنا من تحدثت عن موضوع نادي الكاظمية وتحدثنا عن موضوع الإسكان، قاعة الإسكان اللي تحدثنا عليها واللي أيضا راحت، أيضا نادي الأعظمية. الآن الأستاذ شاكر يمكن وضح لنا بعض الأمور، وبعد قليل راح يكون زميلنا زيد السراج في بث مباشر من الأعظمية، هو الآن متواجد بالأعظمية حتى نشوف شنو الآلية شنو اللي صار، وأيضا أكو لقطات جميلة جدا راح نشاهدها إن شاء الله بعد قليل من زميلنا المصور محمد عامر العزاوي اللي انضم إلى فريق عمل الشوط الثالث، ونقول له أهلا ومرحبا بك وبعدستك الجميلة. أكيد هو مرافق لزميلنا زيد السراج. فأرجع وأقول أنه اليوم الشركة المنفذة مدى تمتثل لا لأمر وزير ولا لأمر مسؤول، وما أعرف يعني شنو القوة اللي تمتلكها هاي الشركة. وبالتالي اليوم السيد عدنان درجال بالكتاب اللي عرضناه بشكل حصري لمشاهدينا عبر الشوط الثالث من الشرقية، طلب من عمليات بغداد تهيئة قوة عسكرية حتى توقف هذه الشركة المنفذة. فما أعرف شنو القوة اللي يمتلكها أو تمتلكها هاي الشركة أو المستثمر، ما أعرف يعني هو نازل من القمر هذا لو جاينا بالباراشوت. هذا الموضوع بالمناسبة احنا أيضا رحنا بعثنا فريق عمل، زميلنا محمد الخفاجي وزميلنا ياسر جمال راحوا حتى يصورون، هددوهم اطلعوا لنسجنكم لنوقفكم، ما أعرف يعني شنو هالقوة هذه، وكأنه هو هذا حق الألغام هذا المنتدى. ترى هذا المنتدى رياضي يا جماعة، وبالتالي أتمنى أن يبقى رياضيا. وأني أشكر الكابتن عدنان درجال فعلا لاهتمامه وتدخله واستخدام كل الصلاحيات اللي يمتلكها حتى يوقف عملية الاستثمار الأهوج اللي يودي الآن بالبنى التحتية الرياضية واللي أثر على شبابنا، والله يكون بعونهم، ما أعرف وين يروحون. أيضا نبقى سادتي الأحبة بآخر المتابعات والأخبار في حلقة هذا اليوم، ونذهب هذه المرة إلى خلية الأزمة ووزارة الصحة اللي رفضت رفضا قاطعا إقامة أي تجمع أو معسكر في بغداد لمنتخبنا الوطني استعدادا للتصفيات المزدوجة الآسيوية ومونديال كأس العالم، إذ رفضت خلية الأزمة البرلمانية ووزارة الصحة إقامة أي تجمع للمنتخب الوطني بكرة القدم في بغداد
في الوقت الحالي بسبب انتشار جائحة كورونا. وبحسب الوكالة الرسمية أن خلية الأزمة النيابية ووزارة الصحة تمنعان إقامة معسكر داخل المنتخب في بغداد تحضيرا للتصفيات المزدوجة. وأضاف أن خلية الأزمة أوصت بأن يكون تدريب المنتخب عبر الإنترنت حتى منتصف الشهر الجاري، ومن ثم يتم تقييم الواقع الصحي بعد ذلك ليتم اتخاذ القرار القطعي باستئناف تدريب المنتخب من عدمه. وأضاف أن خلية الأزمة المشتركة رفضت ذهاب المنتخب لإجراء لقاء ودي مع فيتنام في العاصمة هانوي، مشيرا إلى أن مدير المنتخب ست ريشكو كاتانيش أوعز إلى مساعدي رحيم حميد بالتواصل مع اللاعبين اللي تم استدعاهم عبر الانترنت، وان يقدم لهم منهاجا تدريبيا كامل لحين السماح لهم بالتدريبات الجماعيه. طبعا نحترم قرارات خلية الأزمة ووزارة الصحة، لأن الغرض هو الحفاظ على أرواح أهلنا وناسنا ورياضيين ولاعبين، خصوصا أنه إحنا أمام مهمة وطنية قومية هي اللعب في تصفيات كأس العالم والتصفيات المؤهلة أيضا إلى كأس الأمم الآسيوية. وبالتالي إحنا عهدنا كبير بلاعبين أن يتجاوزوا هذه المحنة، هذه الجائحة اللي للأسف بدأت تفرض أو تكشر عن أنيابها وتبطش بنا يمينا وشمالا، وأخذت قرر العيون نجوم الرياضة العراقية، شخصيات بكل شرائح مجتمعنا نتيجة ازدياد الحالات. بكل أسف وحسرة شاهد أنه أكو ازدياد في حالات المصابين بفيروس كورونا، اللي أتمنى لهم الصحة والسلامة والشفاء العاجل لكل من أصيب بهذا الفيروس، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا وناسنا، وأن أتمنى أن يلتزم الجميع بشروط الوقاية وقرارات خلية الأزمة، الالتزام بالبيت والالتزام بالحظر الجزئي للحفاظ على أرواح شعبنا. أيضا نبقى في أجواء منتخبنا الوطني اللي أعتقد قررت الهيئة التطبيعية أن يدخل معسكرا تدريبيا في أربيل بكردستان العراق. أيضا تلقت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة خطابا من الاتحاد السوري لكرة القدم يود فيه إقامة مباراة ودية بين المنتخبين الشقيقين العراقي والسوري تكون خلال معسكر أربيل. إذ تلقت الهيئة التطبيعية لكرة القدم الجمعة الماضية موافقة الاتحاد السوري على إقامة لقاء ودي بين المنتخبين في 8 أيلول المقبل تحضيرا للتصفيات الآسيوية المزدوجة. الاتحاد أكد في بيان أن نظيره السوري وافق على مواجهة منتخبنا وديا، مؤكدا أن المباراة ستقام على ملعب فرنسو حريري في محافظة أربيل. وأضاف أن المنتخب الوطني سيلاعب منتخب عمان في 3 أيلول المقبل، وبعدها سيعود إلى أربيل للدخول بمعسكر تدريبي داخلي يستمر عدة أيام قبل مواجهة نسور قاسيون. وأوضح أن هناك اتصالات تجري مع عدد من المنتخبات لتأمين مباراة ثالثة لأسود الرافدين تقام أيضا في محافظة أربيل ضمن المنهاج الذي أعده الإسلوفيني كاتانيتش قبل التوجه لخوض مباراة هونغ كونغ في 13 تشرين الأول المقبل هناك. أكيد إحنا مع إقامة مباريات تجريبية، لكن أيضا في نفس الوقت إحنا نريد نحافظ على سلامة ولدنا وسلامة لاعبينا. كاتانيتش إلى الآن هو خارج الوطن، متواجد الآن في سلوفينيا وهو ينتظر الوصول إلى أربيل لغرض المباشرة بعمله، لكن هو مستمر مع الكابتن رحيم حميد، والكابتن رحيم حميد متواصل عبر دائرة إعلامية مغلقة عبر الإنترنت مع جميع اللاعبين. في الوقت اللي أيضا أتمنى من اللاعب العراقي لاعب منتخبنا الوطني أن يعني ينتبه إلى نفسه جيدا. الآن هو لازم يعد نفسه بالظروف اللي موجودة أكيد في منطقته في بيته، إذا كان عنده حديقة، إذا كان في المنطقة عليه أن
يواصل تدريباته، يواصل الحفاظ على مكنون اللياقة اللي عنده، النظام الغذائي. لا يمكن للاعب منتخب وطني الآن أن لا يعتمد نظاما غذائيا، وهو الآن عنده مهمة وطنية العراقيين الآن ينتظروها بفارغ الصبر. عندنا 3 مباريات إن شاء الله 2 منهن تأهلنا إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال. عندنا أمام هونغ كونغ يوم 13 هناك في هونغ كونغ، وعندنا بعد أقل من أسبوع من مباراة هونغ كونغ مع كمبوديا. إحنا كمبوديا المفروض نلعب على أرضنا، لكن ما أعرف الاتحاد الآسيوي وين راح يخلينا، لأن إحنا اعتمدنا استاد عمان الدولي أرضا عراقية، وبالتالي لعبنا مباراتين تغلبنا على إيران وتعادلنا مع البحرين في استاد عمان. أما مباراة كمبوديا إلى الآن الأمر متروك إلى الهيئة التطبيعية، هل سنلعبها في أربيل، سنلعبها في عمان، أم نختار ملعب قريب، رغم أن الأشقاء نشام الأردن لم يدخروا جهدا في فتح قلوبهم قبل أبوابهم أمام منتخبنا الوطني اللي حقق 4 نقاط من مباراتين. عندنا مباراة ثالثة أمام إيران في طهران، أتمنى أن مباراة هونغ كونغ وكمبوديا نحسم من خلالها لقائنا، حتى يكون لقائنا مع إيران تحصيل حاصل. وبالتالي رغم أنه الفريق العراقي وتاريخه في كل مبارياته أمام إيران تكون النتيجة لصالحنا في الملاعب الإيرانية، فإحنا بالتالي ننتظر بإذن الله تعالى أن يحقق لاعبينا ما يصبو إليه الجماهير العراقية. إحنا الآن بانتظار انضمام زميلنا زيد السراج المتواجد الآن في مدينة الأعظمية بقلب بغداد، ليطلعنا على عملية إيقاف الاستثمار وردود الأفعال من قبل الرياضيين وآخر المستجدات. فانتظر انضمامه إذا انضم الآن زيد من بغداد. الآن انضم معي زيد السراج. زيد مرحبا بك في الشوط الثالث. الحقيقة احنا فرحين انه حضرتك الآن وفريق العمل متواجد الآن امام نادي الأعظمية. يا ريت تحدثنا اين تقف الآن زيد، وحدثني عن شعور اهالي الأعظمية بعد سماعهم ايقاف الاستثمار داخل النادي. يا ريت تطلع لنا زيد. نعم محمد، تحية لك وللمشاهدين الكرام عبر شاشة قنوات الشرقية وبرنامج الشوط الثالث. أقف وخلفي هذا الصرح الكبير، نادي الأعظمية العريق بتاريخه وأيضا بإنجازاته وبألعابه وبمختلف الأبطال الذين مثلوا هذا النادي حتى أصبح صرح عريق يشار له بالبنان، وأحد الأماكن المهمة في العاصمة العراقية بغداد، الذي يتوسط ساحة عنتر في جانب الرصافة مثلما يتوسط في جانب الكرخ نادي الكاظمية. وحقيقة يعني كان هنالك رفض شعبي كبير لعملية الاستثمار التي كادت أن تؤدي إلى تشويه ما تبقى من معالم هذا النادي العريق. نعم زيد. زيد، هل استطعتم أنتم فريق عمل الشوط الثالث الدخول إلى مقر نادي الأعظمية اللي كان من المفترض أن يتم استثماره؟ لأنه أعرف أكو بعض العراقيل، لكن أود أن أستمع إلى هذه الإجابة منك يا زيد. نعم محمد، للأسف يعني قرار خلية الأزمة والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة أدت بغلق نادي الأعظمية. هذا النادي يحتوي على المئات من اللاعبين لمختلف الألعاب، السباحة، المصارعة، الفنون القتالية، وجلهم من الفئات العمرية، وبالتالي حفاظا على سلامتهم يعني كان القرار بإغلاق النادي تماما. لكن الجهود الجبارة من قبل مصورنا الرائع محمد عامر العزاوي أدى إلى تصوير النادي جوا. هذه اللقطات التي ستظهر الآن يعني أمام المشاهدين هي خاصة لبرنامج الشوط الثالث، لقطات حصرية صورت بطائرة كاميرا الطائرة، يعني تصوير طيران لنادي الأعظمية لمنشآته ومرافقه، وأيضا للمكان الذي كان من الممكن أن يكون فيه استثمار ويؤثر سلبا على النادي وعلى ألعابه ويؤدي إلى
خنق النادي، يعني هذا يعتبر المتنفس الوحيد لأهالي العظمية، وبالتالي هذه اللقطات التي تشاهدونها الآن هي جميلة جدا فعلا ببرنامج الشوط الثالث. نعم زيد، نعم جميلة جدا فعلا، ومو غريبة على زميلنا محمد عامر العزاوي اللي أتمنى له التوفيق. أيضا زيد يسعدني أن أسمع رد فعل الرياضيين، رياضي نادي الأعظمية، أهالي منطقة الأعظمية، عن وقف الاستثمار الآن إذا كان أعتقد أحد من الضيوف يمك. نعم زيد، نعم محمد، كان هنالك ترحاب شديد من قبل أهالي الأعظمية والأوساط الرياضية وأيضا من قبل المدربين العاملين بهذا النادي، يعني بعد قرار وزارة الشباب والرياضة والكابتن عدنان درجال بإيقاف إضافة الاستثمار إلى النادي. للحديث أكثر ينضم معي مدرب يعني الفنون القتالية في نادي الأعظمية الكابتن محمد غفوري للحديث نعم. أكثر كابتن، لو تحدثنا اليوم عن قرار يعني وزارة الشباب بإيقاف الاستثمار. بالبداية نشكر قناة الشرقية ونشكر السيد الوزير أستاذ عدنان درجال على هذا القرار الصائب، القرار الذي يخدم المنطقة، منطقة العظمية ونادي العظمية وشباب نادي العظمية. لأن صراحة احنا من شفنا اللي يحدث هذا الشيء بداخل النادي تألمنا، لأن الكثير من الأبطال من منطقة العظمية وأجدادنا وآبائنا كانوا يتدربون به، هو هذا أساسا نادي ملكي، نادي أثري، فيعني صعبة على هيجي صرح عريق أن نفقده يعني رياضيا، وهي المنطقة بالنسبة للشباب هي المتنفس الوحيد إلها، وإنتاج هذا يعتبر معمل، مصنع إنتاج اللاعبين من مختلف اللعبات، من كيوكشينغا، من مصارعة، من ملاكمة، سباحة، سلة، والزج باقية الأندية والفرق كمؤسسات. فهذا النادي خرج الكثير من الأبطال سابقا وحاليا وإن شاء الله مستقبلا يظل ينتج هذا النادي. فإحنا نتمنى من سيادة الوزير بأن يدعم الشباب، يدعم النادي، واتمنى من الله سبحانه وتعالى نشوفه هنا بالنادي، يجي يزورنا حتى يشوف المعاناة اللاعب، معاناة المدرب. تصور اللاعب والمدرب يصرف على نفسه، يعني اللاعب يصرف على حاله، المدرب يصرف على حاله، أنا مثلا أعمر بالقاعة، اللاعب من أكو بطولة أكو هاي، هو يؤدي الفلوس. فليش سابقا كانت أكو تجهيزات، أكو حتى تغذية للاعب، فهسه كل هاي انقطعت. احنا جدا نشكرك كابتن محمد غفوري. نعم محمد، يعني هذا كل ما لدي مع الكابتن محمد غفوري، بالعودة لك مجددا زميلي محمد. شكرا لك زيد وإلى محمد وإلى كل ضيوفك، وأتمنى الموفقية والنجاح، ودعوة خالصة إلى وزير الشباب بزيارة نادي الأعظمية. الآن أهالي ورياضي المدينة يطالبون بزيارتك. شكرا لك زيد، وأكيد متواصلين معاكم في الوقوف بأدق التفاصيل اللي تهم الرياضة العراقية وما تعانيه إن شاء الله، لأننا نبحث أيضا عن المنجز. سادتي الأحبة، الكابتن جمال علي يعود من جديد للتواجد في مباريات دوري الكرة الممتاز بعد الاتفاق مع إدارة نادي نفط الوسط أن يكون مدربا لفريق نفط الوسط وقيادته خلال الموسم الكروي الجديد. إدارة نادي نفط الوسط تحدثت وأعلنت عن كادرها العامل لقيادة الفريق. مشرف الفريق فراس بحر العلوم أكد في تصريح للشوط الثالث أن الإدارة تعاقدت رسميا مع جمال علي مدربا، يساعده لؤي صلاح ونوري عبد زيد مدربا لحراس المرمى، أما حيدر عبد القادر سيكون مدربا للياقة البدنية. وأوضح أن الإدارة تضع ثقتها في الطاقم الجديد لقيادة الفريق نحو المنافسة بقوة في الموسم المقبل، حيث سيبدأ النادي جملة من التعاقدات لترميم الصفوف بتوصية من الجهاز الفني. جمال علي من المدربين الأكفاء سبق وأن قاد فرق الميناء والطلبة وفريق الزوراء، وأتمنى له عودة ميمونة من جديد للدوري العراقي. أيضا من بين الأخبار الخاصة بمدربينا ولاعبينا، قرر المدرب المساعد لنادي الشرطة عباس عبيد الاعتذار عن الاستمرار في عمله مع فريق نادي الشرطة. عضو إدارة الشرطة السيد تحسين الياسري، اللي أقول له يعني مشافى معافى، عودتك وانتصارك على فيروس
كورونا أكد أنه إدارة النادي تحدثت مع عباس عبيد لغرض الاستمرار، لكن أكد الكابتن عباس عبيد أن اعتذاره بسبب ظروف خاصة. أخيرا سادتي الأحبة، تعرض لاعبنا الدولي السابق ومدير المراكز التخصصية في وزارة الشباب الكابتن بسام رؤوف إلى إصابة بفيروس كورونا. بسام رؤوف الراقد الآن في إحدى مستشفيات بغداد، لا يوجد معه مرافق، وهو الآن بحاجة ماسة للبلازما حيث لم يتم توفيرها. نحل للبكاء ما بنحل، يعني نتمنى أن تتخذ الإجراءات بحق إنقاذ حالة الكابتن بسام رؤوف. سادتي الأحبة، كل الصحة والسلامة إلى بسام وإلى كل الرياضيين وإلى عراقيين المصابين بهذا الفيروس، يا رب يحفظ بلدنا من هذه الجائحة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم. أنقل لكم تحيات من رافقني في هذه الحلقة في استوديو البث في الكنترول، وأيضا مخرج البرنامج المبدع علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث. طبتم في أمان الله، إلى يوم غد أقول لكم في أمان الله.